أستاذة نادية يوسف بتقول لو سمحت يا دكتور، هي بتسألك بتقول لك هل لقاح كورونا بيسبب حساسية للجسم الهرش مثلا، ولو لا ايه سبب الهرش المفاجئ مع عدم ظهور اي اعراض على الجلد، وبتقول بتسألك بتقول لك نعمل ايه لو استمر اكتر من اسبوعين، وايه هو العلاج اللازم، وهي يعني بتسألك السؤال ده. بعض الناس اللي عندها استعداد للحساسية يعني بياكلوا اكلات معينة احيانا بعد تناول اللقاح تحصل اعراض حساسيه عندهم، وبتبقى عليه طفح جلدي او حبوب وفي رغبه في الحك. دي علاجها سهل جدا يعني مش مشكله. ان احنا بنتناول قرص مضاد للهيستامين طويل المفعول كل يوم بالليل لمده اسبوع، انتهت المشكله. ايوه فده وارد يعني عند بعض الاشخاص، مش كل يعني مش كل واحد بياخد تطعيم بيحصل له حساسيه. ايوه لكن نسبه قليله جدا قد يحدث لها حساسيه جلديه فبناخد القرص مضاد للهيستامين. وفي الهرش ده بيبقى فيه حبوب كده طالعه حمراء زي ما يكون في حشره او قرص حشره، هل ده بيبقى السبب من اللقاح؟ يعني حساسيه محببه، اسمها حساسيه محببه. دي ليها علاج؟ دي مضاد هيستامين طويل المفعول قرص كل يوم تنتهي المشكله، لكن وارد يا حاجه زي كده. ايوه طيب حطينا بقى الزبادي، ما لازم اقول لك يا دكتور المكونات بتاعتي بعد ما تقولي بعد اذنك، عايز اقول لك معلومه على الزبادي بالذات. لا حضرتك تقولي الاول معلومه على الزبادي. طيب في دراسه لسه نازله حديثه من اسبوع لقوا ان الزبادي لانه حاجه مخمره بنسبه معينه بتقضي على عدد كبير جدا من الفيروسات والبكتيريا والفلتريات الممرضه اللي بتبقى موجوده داخل جسم الانسان. ده قد كده الزبادي مهم ها؟ جدا. طب لو من باب الوقايه مثلا ناخد زبديه قبل النوم واحده تعمل انا بنصح دايما الناس بتناول الزبادي بالليل، ولو خدوا الصبح وبالليل خير وبركه. يعني ممكن مرتين عادي. انما بالليل طبعا ده حاجه خفيفه ومفيده وصحيه وملهاش اي اثر. طب موضوع الزبادي اللي عليه ليمونه ده يا دكتور قبل النوم منتشر جدا وبيقولوا بيخسس لا بيخسس انا معرفش لان مش خبير تغذيه، انا بكافح حاجات طبيه. طب الزبادي اللايت فيتامين سي مع الزبادي كويس. طب الزبادي اللايت تمام، في ناس بترتاح في الزبادي اللايت. مفيش المهم الزبادي نفسه اللي هو اللبن تم تخمره او اللبن الرايب دي كلها بتقتل مجموعه كبيره من الميكروبات. في كمان